السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعراض الصدفية. بداية، هناك العديد من أنواع الصدفية التي من الممكن أن تصيب الإنسان، وأقدم لكم أعراض الصدفية الجلدي. بداية، قد نلاحظ احمرارا شديدا في أغلب مناطق الجلد، ومع وجود حكة شديدة وألم حاد في المنطقة. وأيضا من الممكن أن نلاحظ تقشرا للجلد على شكل رقع كبيرة الحجم. وأيضا من الممكن أن نلاحظ بداية ظهورا للبثور، ومن الممكن أيضا ظهور الجلد وكأنه تعرض لعملية حرق. وأيضا من الممكن أن نلاحظ زيادة معدل ضربات القلب بشكل كبير جدا وملحوظ. وأيضا من الممكن أن نلاحظ تورم الجلد، وخصوصا حول الكاحلين، والشعور بآلام في مختلف مفاصل الجسم. ومن الممكن أن نلاحظ بداية ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم التي تتراوح بين 38 إلى 39. هذا ملخص بسيط عن أعراض الصدفية. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. ألقاكم في حلقة أخرى.